ركزوا معايا الجديد مازال مخبي. اول حاجه عندي، اول حاجه ركزوا معايا، هذا ديال واحد الكليانه ديالنا من صفرو، قالت لي جات عندي قالت لي زكريا بغيت الدمليج، بغيته منقوش، بغيت هاد الزواقه هادي. قلت لها جاتك على الطلب ديالك، احسبيه موجود، ها هو هذا. غير الا كنت تكون كتشوف اللايف مع لي ديتاي اللي كانت عطاتنا هما هادو اللي خدمنا، شفت تبارك العصير صاوب هذا تخدم، هذا تباع البنات ما بقاش، هذا نبيع. ولكن اللي بغى يخدمو سير كوموند كنخدموه له ب 560 درهم للغرام. هاد البروموسيون راه مازال حتى الشهر التالي ديال شهر 12، 560 درهم للغرام. شوفوا لا فينيسيون تبارك الله، عصير الصابون واحد اللون ما نعاودلكمش، واحد البرمام اللي انا يا سلام جوج برمات غزالين. هذا باش تاخذوا فكره، هذا تقام عليها بواحد فيه 41 غرام، 41 غرام الثمن الغرام هو 560 درهم. اي كوموند بغيتي، اي غراماج بغيتي نخدمه لك. شوفوا تبارك الله عصير الصابون كي داير، هذا ديال السيده من الاولى بصحتك بنت بلادي هذه، هذا غادي ان شاء الله نهار الاثنين لمدينه صفر، ولكن خدمه تبارك الله بصحتها وراحتها. العقبه اللي قال بنات خدمه فيه واعره. هذا حيدنا، هذاك اللي بغيتو عندي. اوي 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 الحماق، هذاك الشيء اللي كتحماقوا عليه جا، ها هو هذا براس اليد ديال دق ليبرا، خداو واحد الاقبال كبير بزاف، وهما اللي هما مسيطرين على الثلاثيات، هما الثلاثيات مسيطرين عليهم. شوف شوف الثمن اللي غنعطيكم ديالهم، هادو كتباعوا بالموديل، اجي تسمع شحال غنحسبهم لكم. هادو اليوم ب 570 درهم ثمن الخيوط، هادو دق ليبرا ب 570 درهم للغرام، هادو جداد 570 درهم. هادو الا مشيت عند مول الفيترين وسولتي غيقول لك كيتباعوا بالموديل، وباش غيخرجوا راه خصهم 600 درهم باش يخرجوا. هادو غير بروموسيون باش تعرفوا، هادو غير بروموسيون ديال مجوهرات غزه ديال الروتار اللي ميكات عليكم في اللايف. هادو ب 570 درهم للغرام، 11400 درهم للغرام. هاد الثمن راه فيه جوج بياسات على ما اظن، جوج بياسات ها، فيه هادي وفيه هادي. غنعطيكم المقاس ديالها والغراماج ديالها والثمن. القياس اول حاجه غيكون هذا صغير 5.5، لي ديدات ديال 5.5 اللي كانوا ما كيلقاوش البراس اليد ديالهم، ها هما 5.5 براس اليد ديال دقه ليبره ب 570 درهم للغرام. يعني ما كاينش الموديل، كاين الغرام. ها نتوما خدمه غزاله من هنا مدوبلي. الغراماج ديالهم فيهم 26.66 غرام مضروبه 570 درهم للغرام، كيتقاموا ب 15200 درهم، 15200 درهم، 1520 الاورو. شفتوهم هادو غير ب 570 درهم للغرام، لاحظوا معايا 11400 درهم. الناس اللي كتركز على الغرام، ها هو بالغرام ما كاينش 600 درهم، كاين 570 عند مجوهرة غزة. بارطاجيو البنات، راه القديم موجود بعدد كبير، وراه اليوم كاين حاجة اللي قديمة ودايرها لكم أنا جديدة ودايرها لكم في القديم كبروموسيون ليا. هادو شتيهم، هادو عاد جاو ب 570 درهم، جوج ستريتلات عندي هادي وعندي هادي. هادي غتكون كبر منها، حتى اللي يديه كبر راه غيلبس، ماشي غير اللي يديه صغار. هادو فيه 5.9، 5.9 يعني 5.5 و 5.9، حتى هادو ب 570 درهم للغرام. الناس اللي كتكومونتي مرحبا بكم كاملين، ما كرهتش نرد عليكم كاملين في الواتساب ولا في الميساجات ديالكم اللي كومونتي الزوينه اللي كتخليو ليا، ولكن الغالب الله يعني كاين الضغط بزاف في الخدمه، كنعتذر منكم. هادو الكبار فيهم 29.64 غرام، 29.64 غرام في الغرام، القياس 5.9، حاسب لهم ب 570 درهم. هادي بروموسيون ديال مجوهرات غزه 570 درهم. هادو الثمن غتشري البلدي، الثمن غتشري الخيوط ب 570 580. مجوهرات غزه جابت لك دق ليبره اخر، قول لهم الناس ام كلتهم في البراسلي بهذا الثمن 29.62 غرام مضروبه في 570 درهم للغرام، كيتقاموا ب 16680 درهم، 16680 درهم. براسليات ديال دق ليبره ب 570 درهم للغرام. هادشي فين كاين؟ كاين عند مجوهرات غزه مدينه ازرو، والتوصيل لجميع المدن المغربيه. ما تهضروش الخدمه لا فينيسيون، ما تهضرش داكشي بلا كارونتي. عندي شنو اخر؟ عندي هادو، عندي هادو، هادو اللي غندوز لكم، هادو اش نقول لكم؟ هادي غندير لكم هميزه، يلا بغيت 200 باش ندوز لكم هاد الهميزه، غير هاد الهميزه كتمشي بجوج، ركزوا معايا. اي واحد بغى شي حاجه البنات، هادي هميزه، هذه ميزه. ش... كنعني بها ميزه هو ذهب مستعمل في حاله جيده، يعني نقي ممهور ما مهرس ما والو، وبثمن قل من جديد ب 100 درهم للغرام. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في نمره الواتساب 0621 24 02، سوري قانون المسابقه كتكون بارطاجي معايا اللايف، وكتكون من السباق اللي غيدير لها كابتشر ديكم تصورها ليا وتصيفطها لي في نمره الواتساب. ما تنسونيش عليا، غير صيفطها لي في نمره الواتساب، واللي كان تيسابق لها بصحتك وراحتك. وصلتوا ل 200، ركزوا معايا. هميزه اول همزه، يعني بمعد جديد اللي كان بروموسيون، الهمزه الثانيه. هاد الهمزه هادي
نورمالمون باش كنقول لكم الناس اللي كتكوموندي وكتضيع على واحد اخر ما تكومونديش الا ما عندكش الغرض بالحاجه او ما مركزش فيها. يعني انا كنقول بجوج راه كيتباعوا بجوج، ماشي تقول لي خليهم لي تقول لي صيفط لي غير واحد، لا راه ما غنبي صيفط حتى شي واحد. هكا وقع لي لهاد براس الياس. لهذا مرحبا بلي صيفط لي غير بحال الهميزه هادي، هادو جوج براس الياس اخر ما كاين 16.14 غرام مشربي والفيز القياس 5.6 5.7 ركزوا معايا، واحد فيه 5.6 وواحد 5.7 يعني هما قد قد في القياس. غير الدوره فاش غتكون هادو الحمد لله في الذهب المستعمل، ولكن غير السميه ديال الذهب المستعمل هاهما المسحوم ونعاود نبيعهم في الفيترينا بالموديل، ولكن لا يمكن نخبيها لحبابي والو. هاهم براسلي دو مشربي وبراسلي دلفيس 530 درهم للغرام، 53 اورو للغرام، 10600 ريال للغرام، يعني مضروبه في 530 8550 درهم، 8550 درهم. هذه جوج دو براسلي في المستعمل 8550 درهم، 855 اورو. شوف على ميزه مستحيل تعاودوا تشوفوا هذه، هذه فرصه العمر اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. اللي كان كيجيو هاد الموديلات غاليين الثمن، تشري واحد بثمن جوج، تشري بالقليل عند مجاورة غزة تشري الكثير. شوف براسليات غزالين، ها المقاس ديالهم هادو في المقديم 560 درهم اللي كان صباق ليهم وصيفطهم لي في الواتساب مرحبا. هذا 5.7 وهذا 5.6 ولكن هما قد خد في البصالة، يعني هادو اصلا دورة صغار. شفتوهم اللي سبق لهم بصحتو وراحتو 10600 ريال للغرام، 530 درهم للغرام. اللي بغاهم يصيفطهم لي في النمره الواتساب اللي هي 06/21/24/46 او بصحتو وراحتو. اول همزه من الهمزات ديال اللايف دوز عليا هادو. شنو الاخر غنعطيكم؟ قولوا لي اي حاجه بغيتوها بغيتوها خليوها لي في الكومنتير مرحبا. اي واحد قريت الكومنتير ديالو راه غنجاوب. غنمشي معاكم قلت لكم جديد، هانتوما دابا غنرجعو للجديد عاوتاني. سرت لها بقات لي بياسه وحده منها، من نصيب من غتكون هاد السريت لهادي. شوف 560 درهم البنات، انا قلت لكم 560، شحال كيدير البلدي عندكم في المدينه ديالكم؟ بكل صراحه هذا الثمن نورمالمون الحقيقي راه هو 570 580 باش خصهم يبيعوا الذهبيه. نقصت لكم حيت كاينه بياسه وحده عندي 560 درهم للغرام 11200. شوفوا على فينيسيون، شوفوا على صح على خدمه، وشوفوا الميزان فيها غزال في متناول الزمان. اللي بغات تشري نسيبتها احسن كادو تشري نسيبتك هي هاد ولا عكوسك ولا اش كتقولوا له. المهم هو هاد كادو غزال، ومازال غنعطيوك للوالده. شري العكوزه ونعطيوك للوالده. يلا 560 درهم للغرام 11200 ريال للغرام. بغيتكم تقولوا لي في الكومنتات شحال واصله هادي للغرام في المدينه ديالكم القياس ديالها، ونزيدكم حتى صحاب ثلاثه مرحبا بكم حتى هما ب 560 درهم اللي بغاو ثلاثه. يلا ماشي بالضروره تاخذ سبعه، خود على قدك الدرويش فيهم على ما اظن. نعطيكم العبار بالديتاي فيهم 6.3 6.3 6.3 في القياس 8 الغرام. ركزوا معايا اصحاب اللي كيبغوا الغرام، الغرام 560 درهم للغرام 11200 ريال للغرام 570. ايوا الضعيف الضعيف كيخلي 570، هو المجاور غزة حسب لي 560 حيت عندي غير هاد البياسه نورمالمون راه خصهم 570 580 فيهم 42 غرام فاصله 49 تقريبا 42 غرام ونص مضروبه شفتوها. ولكن سرت لها السار حد الله واعره، فيها واحده منقوش وحده سامبل وحده عاوتاني منقوشه بهاد الخدمه 42 غرام فاصله 49 مضروبه في 560 درهم. هاو بداو كيجيو عليها لي كومون كتقام. عفوا عطيوني ما ركزتش معاكم مزيان، كنت واحد الكومونتير ديال واحد الاخت فيها 42 غرام فاس مازال الشيء المستعمل. وصلتوا البارطاج ل 300 عاوتاني، الا دخلتوا 300 غنحط هذا جديد وندوز لكم المستعمل. واخا اليوم كلشي بروموسيون، اليوم الذهب غيبدا عند مجاورة غزة ب 500 درهم للغرام. هذا الشيء المستعمل ماشي جديد، راه مستعمل كنشريوه من العيالات كنزيدوا شي بركه قليله ديالنا وكنعطيو الحباب ديالنا. 42.5 شفتوها 42.5 الا ضربتيها 560 درهم للغرام اللي هي 56 اورو للغرام كتقام ب 23800 درهم 23800 درهم 23800 درهم. هاد السريت هادي هاد السبعه ب 23000 الثمن، غتشري خمسه غتشري سبعه بهاد الثمن. والصح اللي كياكد على الصح شي حاجه متينه 23800 درهم سريت لا غزاله بياسه وحده اللي كاينه منها اللي كانت من نصيبه اللي خدا ثلاثه اللي باغي ياخد اربعه مرحبا به. حنا ما كنفرضوش عليك، كنعطيوك الجوده العاليه والاثمنه المنخفضه، ما نفرضوش عليك تاخذ سبعه لا خذ على قدك. يلا زيدوا 300 باش نحط هادشي ندوز لكم المستعمل. النباله
هادي عندي هاد النبالة هادي خدمة فيها غزالة تبارك الله. شوفوا تبارك الله على الخدمة كي دايرة، شوف يعني هذا التعب الصناعي اللي خدمها، وآخر ما دار جاد من هنا ونقشها لك من جناب، يعني عطاها فينيسيون غزالة بجوج سدادات هنايا، هادي هما النبالة ما طيح ما والو، وكتحل هكا مازال مزيرة هادي حيت ما عمرها تلبسات. هانتوما اسمع لي، سدادة ناضية، شوف الداخل تبارك الله كي داير، يعني فن القياس ديالها، القياس ديالها هو 6 سنتيم، 6 سنتيم في القياس، يعني خذ مسطرة وعبر غير من دارك بلا ما تمشي عند البيع، عبر غير من دارك شحال كتلبس. هذا كنأكد لكم البنات، شوية ديال البارطاج، شوية ديال الدعم ديالكم، نحسوا بكم راكم معنا وتوحشونا، حيت راه كاين بزاف ديال الهميزات. هذا فيه 17.78، الناس اللي كتركز على الجرام، هذا جديد خلاص، 17.78، هذا ب 10400 درهم، 10400 درهم، 1400 ديال الأورو. 1400 ديال الاورو نبالة، وسلام يا سلام غزالة طوب ديال الخدمة، يعني كتقلب على الفينيسون، كتقلب على اللون، كتقلب على النقش، على اي حاجة كتلقاها في هاد الخير هاد. حلقات مخربين صغار موجودين، مرحبا، اي حاجة بغيتوها غير خليها لي في كومونتير وانا مرحبا. يلا زيدوا 300 دابا، هميزة في المستعمل كتحمق، وصلتوا ل 300 غنقطع عاد جديد وندوز لكم عاوتاني المستعمل. شنو اخر عندي اللي كيسولني على الثلاثيه ديال الفيس، هادو جداد خلاص، الا وصلتو ل 300 غنحط لكم المستعمل وغنقول لكم اي حاجه مستعمله راه كنقولها قبل. ثلاثه ديال البراسليات ديال الفيس غزالين تبارك الله، شفتو فنين كارتي الصح والعمل. شحال هادو غيديروا الجرام؟ 580 درهم، 500 جديد ب 580 درهم، 11600 درهم. الكارتي 630 لا عند مجاورات غزة، قولوا لهم اجر دار لكم واحد البروموسيون ديال الهبال، 580 درهم، 11600 ريال الغرام، 11600 ريال الغرام. هاد السريتلات الكارتي فيها 5.7 في القياس، الغراماج ديالها، الغراماج ديالها هو 24.25 مضروبه 580 درهم الغرام، اللي هي 11600 كيتقاموا ب 14065 درهم، 65 درهم الله يسامح لكم بها، عطيوها لوليداتكم قول لهم هذه هي هديه ديال مجاوره غزه بلا الهديه اللي غنصيفطوا لكم معها، وغادي نحسبهم لك ب 14000 درهم، يعني قل من 580 درهم الليره. شوفوا سريتلا غزاله الصح، اللي شحال اللي كيبغي متين، اللي ما كيبغيش تعبج له لا ما تخافش من داك الشيء، 14000 درهم سرتلا غزاله في الكارتي. عندي سرتلا ديال العظم، عندي هادي ديال العظم حتى هي شحال؟ 580 درهم، 11600 ريال الغرام. شوف الجديد والاواخر ب 580 درهم، 11600 ريال. هادو راه كتسمع ندايبي بالموديل وكتسمع اثمنه خياليه، اجي نقول لك الغرام، ما غنقولكش اسيدي الموديل، غنقول لك هادو شحال فيهم من غرام وشحال داير الثمن، شحال غنحسب لك الغرام، يعني الشفافيه والوضوح في التجاره ان شاء الله. هادو فيهم 5.8، 5.8 في القياس، 21 غرام فيهم فاصله 4 مضروبه في 11600 ريال الغرام، كيتقاموا ب 1,048,200، 1,048,000 ريال، 1,048,000 ريال، 1,048,000 ريال، 12,400 درهم. هاد السريتله هادي السريتله ديال العظم ب 11600 ريال الغرام. شوف هاد الميزات راه منهم حبه 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 حبه. واش عندك المضم؟ المضم عندي اختي كل عندي اكثر من 20 مضمه في المستعمل، ان شاء الله الا بقى الوقت غندوزها لكم. بارطاجيو شويه، بغيتكم تبارطاجيو باش ندوز لكم شي حاجه ديال المستعمل. عندي البراسليات، عندي البراسليات ديال الاناناس 3 ب 169000 ريال، 169000 ريال، 3 البراسليات الاناناس ب 169000 ريال، 169000 ريال، 3 البراسليات ديال 4 ديال الدورات صحيحين، والقياس فيهم زوين حتى هو، يعني قياس غزال كاع 6 سنتيم في القياس ب 169000 ريال، 3 البراسليات الاناناس ب 169000 ريال، 169000 ريال البراسليات هادو، شفتوهم؟ نعطيكم حتى الغراماج ديالهم باش ما تبحلوش راسكم، 14.6. اتصل بيا وانا داير اللايف، كتانوي لا كوموند ديالو ديما كنقولها، وبعض الناس سبحان الله كتعاود تصوني عليا وانا داير اللايف. 169000 ريال، 3 البراسليات ديال الاناناس، شفتوهم؟ ما بغيتش اللايف اليوم حيت عندي بزاف ما ندوز لكم، ما بغيتش نطولوا عليكم. عندي البراسليات عاوتاني الثلاثيات، الثلاثيات هذه المره عاوتاني كثرت لكم شويه الثلاثيات. عندي 24.36
ميسيكا صحاب الحجيرات كيتحركوا ها هما 14.36 مضروبه ب 11600 درهم للغرام. اسمع البنات هادشي الثمن كنديروه غير باش كل عام كنديرو هكا باش كنشونجيو السلعه، يعني كنبيعوكم تقريبا براس المال بالجمله وحنا غادي كنجيبو سلعه اخرى وانتم كتستافدوا وحنا كنشونجيو الفلوس بالسلعه. هادو مليون و 82500، مليون و 82500، مليون. هادو واحد على ما اظن واحد الحجيره طايحه دابا تصاوب خلاص هادو راه جداد ماشي مشكل. مليون و 82500 شفتوهم براسليات غزالين القياس 5.5 5.4، المهم نديرو 5.5 في القياس 11600 ريال للغرام الا خديتيهم بثلاثه ان شاء الله. شفتوهم براسليات فنين هاد الوسطاني كيتحرك. عندي هادو 570 درهم للغرام، هاد جديد 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 جديد. اليوم بغيت نفرع لكم الاثمنه ديال الجمله اليوم بثمن الجمله وكنزيد لكم لا ليفغيزون بالمجان، توصيل حتى لباب الدار، فابور والهديه مع كل ارتيكل وواحد البواطه في المستوى ان شاء الله. البنات اللي عاد تدخلوا جداد مرحبا بكم عند مجوهرات غزه، كنتواجدوا في رقم واحد زنقة موسكو احدها في ازرو، ازرو كيتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران. كنبيعوا الذهب 18 كاره اللي كيبيعوه كاع الذهبيه في المغرب واللي مسموح لنا نبيعوه في المغرب الا اللويز اللي كيكون 21 و22 كاره، وكنديروا التوصيل فين ما كنتي في المغرب. بغيتي تتابعنا سواء فيسبوك انستغرام يوتيوب ما عليك غير طابي مجوهرات غزه عند زكريا او في الانستغرام بيجوتري زكريا قناش، راه كيدوزوا ميزات واعرين في لاشين يوتيوب ديالنا. بقاو تدخلوا لاشين تابونا وراه كيدوزوا كل نهار كيدوزوا جوج ميزات في المستوى. المحاكي توجد في السويقه ديال حداف اوفاس مع الطاحونه القديمه حدا الاخ الغني عن التعريف يوسف الخضار. المهم هادو باش دابا غندوز لكم المستعمل، مورا عادي غندوز لكم المستعمل. هادي 570 درهم، شوفوا على خدمه كيديرها. شوف هاد الموديل مازال ما تشوفو حتى 2025 2024. مجوهرات غزه جابتو لك بثمن مناسب جدا ب 570 درهم للغرام ثمن الجمله القياس. دابا يلا زربيو على هادي باش 5.6 باش ندوز لكم واحد الحاجه مستعمله 21 غرام. هادو فيهم فاصله 6 مضروبه ب 570 درهم للغرام كيتقاموا ب 12300 درهم. هادو تقدر تلبسهم هكا، تقدر هادو الشتا بغيتي دير لهم هكا تلبسهم وتلبسهم هكا من 12300 درهم. الثمن ديال الغرام اللي حاسبين لهم 570 درهم للغرام، 11400 درهم للغرام. هادشي الصح الصح كنهضر لك على يعني شي حاجه متينه، شي حاجه اللي غتقول لي لبسها للدوام واه لبسها للدوام. اول ثاني همزه في المستعمل. شوفوا سلتلة في المستعمل السباعية عشاق زينة وخزينة يعطوني شوية القلوبة. يلا هادي ديال صحاب زينة وخزينة، أو اللي بغات تفرح الوالدة ديالها الكادو ديال الوالدة، الكادو ديال الوالدين. بغيتي الرضا شري هاد السريتلة هادي. شوفوا على تمن غندير لكم فيها هاد السريتلة ديال العظم. شوف صح لا فينيس، ركزوا لي على لي ديطاي ديالها كيفاش مخدومة، يعني مما حركتيها كتلقى خدمة فيها واعرة. هادي في الذهب المستعمل دوزيام مان قديمة، هادي سبعة. إلا خديتيها بسبعة شحال؟ شحال بغيت نحسب لكم الثمن الغرام لهادي؟ ها هي راه نقية عرفتوها، مازال نقية وصحيحة. شحال غتبغيو نحسب لكم الغرام هاد السريتلات؟ هادي في الذهب المستعمل. علاش كنقول لكم بارطاجيو؟ راه أي واحد بارطاجا راه كيكون من النصيب ديالو شي حاجة في المستعمل. شحال بغيتو نحسب لكم هاد السريتلات هادي؟ واش كاين سريتلات ثلاثية وتكون وازنة شوية؟ اختي كوثر مرحبا، دوزي الواتساب وريني بحالاش بغيتي ومرحبا. هادي باش نعطيكم القياس على ما تقولوا لي شحال غتبغيو نحسب لكم الثمن. فيهم 6.4 السرتلة، فيها 6.4 السرتلة. شحال ما دخلت مزيرة، شحال ما جاتك هنا زوينة، وشحال ما دخلت مرخوفة من هنايا كتجيك من هنا كتلعب. لا 500 بزاف، حنا باش شريناها أكثر من 500 باش شريناها، دابا غير الدوبة نواصل 500 تقريبا و10 دراهم. هادي ب 520 درهم للغرام، السرتلة سباعية اللي غتغسل وتعود فيها البيع في الفيترينا غنبيعوها لك حنا في المستعمل ب 520 درهم للغرام. اللي بغى يفرح الوالده ديالو احسن كادو تاخذوا للوالده ديالك في هذا الشهر هذا 520 درهم للغرام. 10400 درهم للغرام، فيها 52 غرام فاصله واحد مضروبه في 520 درهم للغرام كتقام 27100 درهم. 27100 درهم، 27100 درهم هاد السرتله ديال السبعه. القياس هو 6.4 هميزه غزاله لا اختي ماشي 540. الا كتسمعي 540 في لي باج الاخرين حنا